الثاني كرة عرضية رفعها مورويا من الجهة اليمنى وتابعها برأسه البديل تويو كاوا رأسية، هدف أول لمصلحة المنتخب الياباني. ينتهي الشوط الإضافي الأول لليابان بهدف مقابل لا شيء. في الشوط الإضافي الثاني ناكاجيما نجح في إحراز هدفين في ظرف دقيقة واحدة، في الدقيقة السابعة بعد المئة هدف ثاني المنتخب الياباني بتصويبة رائعة، ثم نفس اللاعب يستلم الكرة ويصوبها من خارج منطقة الجزاء، ممتازة أيضا تصويبة رائعة في المرمى، هدف ثالث لليابان من ناكاجيما لتفوز اليابان بثلاث